ننتقل الآن بكم مشاهدينا إلى أبيجان لنقل جانبا من القمة الأفريقية الأوروبية بمشاركة وزير الخارجية المصري. Mesdames, Messieurs, depuis le dernier sommet de Bruxelles, l'Union africaine a connu d'importantes mutations. Celles-ci s'inscrivent dans une dynamique de restructuration impulsée par ses dirigeants pour en faire un instrument efficace de développement et d'intégration à la hauteur des aspirations de nos peuples. Avec le retour du Royaume du Maroc, incarné aujourd'hui par la présence de Sa Majesté Mohamed VI, l'Afrique a retrouvé sa totalité, son unité. Le couple Union africaine-Union européenne reprend ainsi son équilibre et se forge une stature bicontinentale exceptionnelle. Le thème du présent sommet, investir dans la jeunesse pour une croissance accélérée et inclusive en vue d'un développement durable. في الحياة السياسية من خلال والذي ذكرناه في اجتماع الاتحاد الأفريقي سنة 2017. فتلك ذلك التكامل يوضح أن القارة الأفريقية والأوروبية متفقين تماما في الأمور التي تخص الاستراتيجية، وأن الشراكة البسيطة بيننا تحقق أهدافها عن طريق الحوار العميق وثقافتنا وحضارتنا وعلاقاتنا القوية وصداقتنا، وبفضل شبابنا والحياة التي نمارسها. كما أن علينا مواجهة جميع التحديات التي تواجهنا، فمن هنا يمكننا أن نقوم بإنجاز الكثير من الأعمال. فالتعاون ما بين الاتحاد الأفريقي والأوروبي هو تعاون ذات بدأ منذ فترة طويلة ومعروف بحيويته، ومن خلال الدروس المستفادة من مؤتمر الذي عقد في مدينة بروكسل عام 2014، والذي كان قائم على أساس التعاون المشترك القائم على الاحترام والتعاون المشترك. فالاتحاد الأفريقي هو يمثل جميع سكان أفريقيا وكذلك شبابها، ويهتم بتأهيلهم وتوظيفهم وتأهيلهم ثقافيا ورياضيا. فالاتحاد الأفريقي هو يعتبر نقطة انطلاق لهؤلاء الشباب، ويجب علينا أن يكون هناك خطط استراتيجية وعملياتية لإدماج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية، وأن يكون ذلك البرنامج برنامج قائم على أن يكون له برنامج طويل المدى. علينا أيضا مواجهة التطرف والإرهاب في ظل اهتماماتنا، فشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي تعتبر شراكة مهمة جدا، وهم يقومون بعمل التعزيزات اللازمة للتنمية ذات المدى على المدى الطويل. فشباب أفريقيا هم مستقبلها وهم الذين سوف يقومون بتنميتها.
ونحن لا نقبل أن يكون هناك عكس، أن يتم عكس ذلك. فهناك الكثير والآلاف من توفوا وفقدوا حياتهم بسبب العبودية، وتلك الحركات تمتد ليست فقط في أفريقيا لكنها تمتد إلى الدول الأوروبية أيضا. نحن لا نريد أن يتوفى شبابنا ويفقدون حياتهم في الصحراء، في الصحراء الأفريقية. فإلى متى سوف نقوم بمثل تلك المواجهات؟ فيجب علينا إيقاف كل ذلك التطرف والإرهاب. Combien d'autres citoyens du monde par les images des migrants africains vendus aux enchères comme esclaves sur le territoire libyen. فكم من شبابنا توفوا على السواحل الليبية بسبب الهجرة الغير شرعية. فذلك هو ما يهمنا، ما يهمنا فعلا حاليا هو مواجهة الهجرة الشرعية والفقر وكل تلك المشاكل اللي هي أيضا تعتبر عبء على الاقتصاد، الاقتصاد الأفريقي. كما قال نيلسون مانديلا، نحن سوف نحتفل بالمئوية، مئوية إنشاء الاتحاد الأفريقي العام المقبل. فالفقر ليس ظاهرة طبيعية. أشكركم لحسن الاستماع، شكرا جزيلا. Merci monsieur le président. Nous donnons la parole au président de la Commission européenne. سأعطي الكلمة لرئيس السيدة السيدة الرئيس. أصدقائي الأعزاء، أريد أن أشكر الرئيس أوتارا وأريد أن أشكر أيضا الشعب الإيفواري. فأثناء المؤتمر الأول الذي انعقد منذ 17 عام في القاهرة، فنحن لسنا بالعدد الكبير، فقد قمنا بالاشتراك معا نحن ومنظمة الأمم المتحدة في ذلك المؤتمر وفي المناقشات التي تمت فيه، والتي كانت مناقشات مثمرة جدا. فقد اجتمعنا أول مرة في القاهرة بما أن شراكتنا قد تعمقت وتوسعت واقتصادنا يتقدم. نعم هناك تقدم، نعم هناك نتائج، ولكن يبقى لنا كثير، ويبقى لنا يتبقى لنا عمل كثير لإنجازه. فمنذ عقود فنحن نحاول أن نحسن ونقوم بتحسين الاقتصاد في القارة، والتقدم وقد أحرزت القارة الإفريقية تقدما هائلا على الصعيد الاقتصادي. وكما أود أن أشير إلى المستوى المتقدم جدا في الاقتصاد الأفريقي والذي حقق، الذي تم تحقيقه في السنوات الماضية. فالتنمية فالتنمية في أفريقيا تبدأ من النشاطات الزراعية، وكذلك المستثمرين الأوروبيين الذين يساهمون في ذلك، في تلك الأنشطة للوصول إلى
السوق الإفريقي والمساهمة في تنشيط اقتصاده. فالشعب الشعوب الأوروبية كما تعلمون هي شعوب قديمة جدا، كذلك الشعوب الإفريقية فقد ازداد عدد سكان القارة الإفريقية بنسبة 1.3% في السنوات الماضية، وتلك الزيادة كان هي تعتبر زيادة للشباب القارة، مما يعطي مؤشرات جيدة جدا على الصعيد الاقتصادي. فنحن نتحدث عن ثلاث أمور هامة في الاقتصاد والاستثمار، والاستثمار في ظل الحوكمة أفضل والحوكمة جيدة. فكل تلك الأمور هي تعتبر في قلب أعمال ذلك المؤتمر. فنحن قد أتينا اليوم لتعزيز شراكتنا، وذلك يتطلب التمويل الإضافي، طالما قررنا أن نقوم بالتوسع في تلك الشراكة، كما قمنا بالتخطيط قمنا عمل مخطط استثمار في القارة الإفريقية بتكلفة 4 مليار يورو، ومثل على سبيل المثال الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في إطار بعد القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر المعقد بباريس عام 2015 فيما يخص مشاريع الطاقة المتجددة، والتي قد تم بالفعل الاستثمار فيها بمبلغ 4.8 يورو. فكما أذكركم أن شراكتنا تمتد ويتم تعزيزها. ويجب علينا أن نعلم أن شبابنا الذين يتولون مثل تلك المهام والذين يتولون الخطط المستقبلية يشتركون معنا اليوم في ذلك المؤتمر. إذن كما قلت فشراكتنا تمتد وتكبر وتحظى بنجاح كما توقعنا بالضبط منذ 17 عام. فقد قمنا بعمل رائع بالفعل، وأنا أعتقد أن أفريقيا وأوروبا قادرين على فعل الكثير سويا. شكرا السيد الرئيس. سوف نعطي الكلمة للسيد الأمين العام للأمم المتحدة. سيداتي أنساتي، إنه لشرف كبير لي أن أتواجد اليوم بينكم في ظل تلك الشراكة الهامة جدا.
وقد تقابلت مع السيد الرئيس بوتفليقة في القاهرة في أول مؤتمر، وما نفعله اليوم هو امتداد لما قد بدأناه منذ 17 عام، وهو محاولة إشراك الشباب في التنمية المستمرة، وكما أن نحاول أن نلبي مطالبهم ليس فقط فيما يخص التنمية ولكن أيضا فيما يخص الأمن والسلام العالمين. السادة الحضور، يجب علينا تغيير مفهوم السياسي في القارة والتقدم به لتعزيز شراكتنا فيما يخص الأمن، وكما أننا نتحدث عن اتفاقاتنا فيما يخص التنمية المستدامة والتي تستمر للعام القادم. نحن نحتاج أيضا شراكة قادرة على محاربة الإرهاب وفقا للتشريعات الخاصة بالأمم المتحدة وتحقيق وكذلك تحقيق أساليب تمويل واضحة وشفافة. فكل ما يحدث في القارة الأفريقية هو يدل على أن هناك خبراء ومسؤولين يتفهمون الوضع جيدا جدا ومتفاهمين جدا لمشاكل الإرهاب التي تمر بها القارة، فيجب يكون هناك تمويل مناسب لمواجهة مثل تلك المشاكل، وعلينا العمل في ذلك الملف بجد. فكما رأينا في مجموعة الجي 5 الخاصة بدول الساحل كان هناك تعاون وكان هناك أشياء تم إنجازها بالفعل. إن تغير المناخ أيضا هو تهديد كبير، وهو يعتبر تهديد للجميع. أيضا الإجراءات الخاصة بالمناخ هي الأولوية، وتطبيق اتفاقية باريس هي فعلا ضرورة حتمية. يجب أن نتعاون ويجب أن نبني قدراتنا بشكل متعاون. الأجندة الخاصة بالتنمية المستدامة هي مهمة جدا من أجل السلام والازدهار والكرامة للجميع. إن الاتحاد الأوروبي القوي هو دعامة مهمة جدا للتنمية والازدهار وحماية حقوق الإنسان. وفي هذا السياق إن المساواة بين الجنسين الذكر والأنثى مهم جدا. لذا الأمم المتحدة أطلقت مبادرة لتقليل العنف ضد النساء، وأن أتطلع للعمل مع الحكومات حتى نقوي السياسات الخاصة بهذه الأمور والتي تؤدي إلى مساعدة أيضا الناجين من هذه المشاكل. الهجرة الغير شرعية تعتبر تحدي ويجب علينا مواجهته بالتعاون والمشترك وبطريقة تكون طريقة سيادية ومسؤولة. كذلك حقوق اللاجئين
فاللاجئين يجب التعامل معهم حيث انهم لهم ايضا يمثلون بعض النقاط الايجابية فيما يخص الدول التي رحلوا منها والدول التي تستقبلها. يجب علينا توفير الحياة الكريمة لمثل لأولئك اللاجئين ومواجهة المجرمين والقائمين على تهريب اللاجئين. لأن هناك دور مهم للتعاون في الأقاليم. إن أهمية هذه المؤسسات واضحة جدا. هناك تآزر دولي وأقليمي وهذا يجب أن يرشدنا حتى جهودنا المتعاونة هي التي ستوصلنا إلى الازدهار والسلام والخير للجميع. شكرا جزيلا. Merci, Monsieur le Président. Nous donnons la parole au Président du Parlement panafricain. Merci, Excellence, de me passer la parole. السيد الرئيس لإعطاء الكلمة. السيد رئيس دولة كوت ديفوار والسيد الملك محمد السادس ملك المغرب في سيداتي أنساتي سادتي السادة قادة وزعماء القارة الأفريقية السيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد رئيس الاتحاد الأفريقي والسيد رئيس الاتحاد الأوروبي السيد رئيس البرلمان. إذا كانت هذه كلمات لبعض المشاركين في أعمال القمة الخامسة الأفريقية الأوروبية في العاصمة أبيدجان عاصمة ساحل العاج. منذ قليل كان يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة حول أهمية الشراكة فيما بين الدول الأفريقية والأوروبية وخاصة في مجالات تغير المناخ ومحاولة أيضا للتأكيد على تطبيق اتفاقية باريس بهذا الخصوص بما يحافظ على وجود للدول الأفريقية بعيدا عن التلوث الصناعي. وأيضا تحدث حول أهمية المشاركة في القضاء على الهجرة غير الشرعية أو غير المشروعة التي تتجه من أفريقيا إلى دول البحر المتوسط. هناك أيضا حديث كان منذ قليل لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأيضا المسؤول عن الاتحاد الأوروبي وكيف يمكن أن تكون هناك شراكة فيما بين الدول الأفريقية والأوروبية من خلال هذه القمة في التحديات التي تواجه هذه الدول. وهذه التحديات تتعلق بقضايا الديمقراطية وبالحوكمة وبحقوق الإنسان وأن تكون هناك استثمارات تجارية ومهمة فيما بين الدول المشتركة بينهما. وتحدثوا أيضا حول كيف يمكن أن تكون هناك شراكة في مجال النقل فيما بين الدول الأفريقية والأوروبية. هذه القمة الخامسة الأفريقية الأوروبية في أبيدجان عاصمة ساحل العاج بمشاركة وزير خارجية المصري سامح شكري وأيضا ممثلين عن 80 دولة.